شدد البيان الختامي لوزراء المال في مجموعة الـ20 عقب اجتماع لها في الأرجنتين على ضرورة تعزيز الحوار والتحركات للحد من الأخطار وتعزيز الثقة. وأكد البيان أن التوترات التجارية والجيوسياسية الشديدة تشكل خطرا متزايدا على النمو العالمي. كما أكد الوزراء مجددا على النتائج التي توصل إليها زعماء المجموعة في أحدث قمة لهم عقدت في هامبورغ في يوليو من العام الماضي، عندما شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي وعلى أهمية الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف.